يا أهلنا في الأردن، نناشدكم وننادئكم ونخصكم بالنداء، لأن غزة اليوم محتاجة إليكم. يا أهلنا في الأردن، المعركة معركتكم والعدوان جار على أهل غزة بالفعل الآن وبالمآل القريب عليكم مباشرة. لذلك علينا أن نكون جسدا واحدا، ندعوكم إلى الحراك، ندعوكم إلى الحيلولة دون أن يمر شيء للكيان الصهيوني عبر الأردن الحبيب، وندعوكم إلى الضغط بكل السبل لكي يكون الأردن طريقا لدعم أهلنا في غزة وإمدادهم، لا سيما في الشمال غزة، وإمدادهم بالماء والغذاء والدواء ووسائل الإيواء، وأنتم لذلك أهل، ولتكن الأردن هي الطريق لنجدة أهلنا في غزة، وأنتم أكفاء لذلك. هذا فضلا عن خطابنا لشباب الأردن بآلات الجهاد الممكنة لمقارعة هذا العدو وإشغاله وفتح جبهات جديدة معه، لا أقول على مستوى الجيش، وإن كان لا يستغرب على جيش الأردن الذي كنا نعرفه بالجيش المصطفوي بأن ينجد إخوانه وأن يتحرك دفاعا عن فلسطين، وهو دفاع عن الأردن ودفاع عن البلاد المجاورة التي لا يعرف بعضها قدر هذه المعركة. فإلى النجدة يا إخواننا في الأردن، النجدة والحراك بكل السبل.